أقول إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي هنا في دورة الإمارات الشقيقة العربية المتحدة، ونشكر كل الشيخ محمد بن زايد وكل رجال المنظمين للنادي الأهلي، نتمنى كل التوفيق هنا من مشجعين مصر داخل الإمارات بمدينة العين. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اول حاجه بنقولها الاهلي جمهوره في كل مكان، في اي حته الاهلي اللي يجي جمهور كبير عظيم زي ما انت شايف كده، دايما بنروح وراه في اي حته عشان ده اعظم نادي في الكون، ده بالنسبه لنا رقم واحد في العالم باذن الله. ان شاء الله كل توفيق للنادي الاهلي، ونشكر شركه الامارات عليها بتعملوا معانا، وان شاء الله المكسب باذن الله وسوبر اهلاوي. اولا انا حابب اشكر دوله الامارات الشقيقه على استقبال الجمهور الرائع هنا وعلى استقبال بس النادي الاهلي، وهي مباراه احتفاليه في الاول والاخر، وان شاء الله الاهلي شرفنا في الملعب وقدم مباراه كويسه. اما عن حضور الجماهير هنا، طبعا كل الناس اللي انت شايفها دي بتعرف مكان بعثة النادي الاهلي مقيمه فين، فكل بيجي لوحده، اللي عارف صاحبه بيكلمه، الاهلي موجود في فندق بيجي يأزر اللعيبه ونساندهم زي ما انت شايف حضرتك كده بالظبط. وان شاء الله اقول مبروك للنادي الاهلي بعد انتهاء المباراه وفوز الاهلي 2-0 ان شاء الله. في حاجه لازم كجمهور الاهلي بنقولها، احنا على حب الاهلي اتجمعنا، ودايما كجمهور بنساند الاهلي حتى لو راح اخر العالم، وان شاء الله باذن الله باذن الله زي ما احنا فرحانين وبنهتف بالسوبر يا اهلي، ان شاء الله باذن الله نهتف بعد الماتش بالف مبروك والف مبروك والسوبر اهلاوي. استنى يا جماعه، السوبر اهلاوي وشفتونا على المره معاه، مش بس اغاني، النادي الاهلي لاسم وعنواني، روح الفالنا الحمراء اوعوا تنسوها، اللون الاحمر هو رمز البطوله. اوه حلا علي يا نسر الاهلي. اتوقع 3-0 او 3-1، واللي بيجيب الاهداف هدفين عبد القادر وهدف حسين الشحات. اكيد طبعا احنا بنشكر دوله الامارات انها بتتيح لنا الفرصه دايما ان احنا نشوف الاهلي المصري موجود هنا في الامارات، وانا مشجع اهلاوي فلسطيني مش مصري، بس انا عاده متواجد خلف النادي الاهلي في كل الماتشات في الامارات. الحمد لله العين والشاه حلوه على الاهلي، يعني فزنا في استاد العين، استاد هزاع بن زايد نسميه استاد انتصارات الاهلي، كسبنا الزمالك والمصري وروما، وكسبنا اياكس امستردام في اعتزال حسام غالي، وان شاء الله فالو حلو علينا ان شاء الله. واحنا في فلسطين دائما مساندين النادي الاهلي، لاعبيته وادارته في كل مكان. انت مشجع اهلاوي من العين هنا من مدينه العين، ان شاء الله لعبه الاهلي رجاله وترفع راسنا ان شاء الله، والسوبر اهلاوي واللعبه طبعا تكون قد المسؤوليه ان شاء الله. سوبر اهلاوي 3-1. العب لنادي الوطنيه.